108 مدنيين لحياتهم وإصابة آخرين بقصف تركي مكثف على قامشلي وعمودة وكوباني شمال شرقي سوريا. الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا تندد بالهجمات التركية على البنى التحتية في المنطقة. تظاهرات في عدة مدن بشمال وشرق سوريا تندد بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة. مقتل قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني بضربة إسرائيلية جنوبي العاصمة السورية دمشق. وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 250 شخصاً خلال الساعات 24 الماضية. سلطات النظام التركي تعتقل العشرات من أعضاء حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في ديار بكر. روسيا تعلن السيطرة على بلدة مارينك القريبة من دانيتسك بشرق أوكرانيا، والأخيرة تنفي.